سلم على صاحبك اللي قاعد جنبك، قول له اني بحبك زي ما علمني يسوع. علمني احب الناس مش العب كده وخلاص، علمني احب الناس مش العب كده وخلاص، ومحبتي تفضل دايما في حياتي هي اساس. انا بحبك انا بحبك انا بحبك. سلم على صاحبك اللي قاعد جنبك، قول له Saint-Esprit, un seul Dieu, amen. Renevran et Miviot, Nimibchiri, Nimbebnev ma es oe, on oti in o ot amin, zekos hobi, amini. Sudeni, sudeni. Fia team. Wala hege, tosuni, az naharta, في راجل كده جه وقال حاجة سوداني سوداني، وبيقول ان هو اسمه سوداني سوداني. وانت عمال تضحك عليه؟ عشان اسمه سوداني، لكن السوداني ده اللي احنا بناكله. طب يا تيمو، انت عارف ان احنا ما ينفعش نعيب على حد، لكن يعني اسمه سوداني يا تسوني. حتى لو اسمه سوداني، انت برضو مش مفروض ان انت تعيب على حد على اسمه او شكله او لبسه، صح يا تيمو؟ بجد؟ ايوه، مش مفروض. حتى لو اسمه يضحك؟ ايوه، هو اسمه يضحك بالنسبة لك، وانت اسمه بتضحك بالنسبة له برضو. تيمو يضحك؟ تيمو؟ ما هو يا تيمو، انت عارف ان ربنا خلقنا كلنا زي بعض، صح ولا غلط؟ صح. يعني خلق كلنا ولاد ربنا، يعني خلق واحد ابيض، واحد اسود، واحد قصير، واحد طويل، واحد عيني زرقاء، واحد عيني زرقاء. ايوه. وربنا بيحبنا كلنا 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 زي بعض، علشان احنا كلنا ولاده اللي خلق، صح؟ صح. واحنا ما ينفعش يا تيمو ان احنا نعيب على بعض ونضحك على بعض.
صحيح. انت عارف يا تيمو ان انت ممكن لما تعيب على حد يزعل منك، وبدل ما يبقى انسان كويس يبقى انسان وحش. نو لكن انا ما كنتش عاوزة ان السودان يكون انسان وحش. وممكن لما يكون واحد وحش وانت تعامله كويس قوي 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 هيبقى انسان كويس. واو. عارف يا تيمو انت بتفكرني بمين؟ مين؟ بتفكرني بحكاية في الانجيل بجد؟ عن واحد اسمه زكا. اسمه ايه؟ زكا. زكا ده كان عشار. عشار يعني ايه عشار؟ العشارين دول زمان كانوا ناس اغنياء ايام الدولة الرومانية اللي كانت حاكمة اليهودية. واو. وكان الرومان بيخلوهم ياخدوا الضرايب من الناس. فلوس؟ كانوا بياخدوا فلوس من الناس على كل حاجة. وبعدين العشرين بقى دول كانوا بيعملوا حاجة اوحش من كده. بيعملوا ايه؟ يعني مش بس كانوا بياخدوا الضرايب، كانوا بياخدوا اكتر منها. بيسرقوا؟ بياخدوا اكتر من اللي هم مفروض ياخدوه، والباقي يخلوا ليهم هم. ايه؟ علشان كده الناس ما كانتش بتحبهم ابدا. اللي في اليهودية، في اليهود ما كانوش بيحبوه ابدا. وفي يوم من الايام زكا كان في بلد اسمها أريحة. اسمها ايه؟ أريحة. سمع ان بابا يسوع جاي يزور البلد دي. وزكا كان قصير، قعد يقول لنفسه طب انا عايز اشوف بابا يسوع، اعمل ايه اعمل ايه؟ يعمل ايه؟ الناس كلها هتيجي عليه ومش هيشوف حاجة. صح. راح طلع فوق الشجرة. طب شاف حاجة كده؟ الناس كلها قعدت تضحك عليه. اوه ماي جاد. وتقول ده قصير، وانت ايه اللي طلعك فوق الشجرة، وتعيب عليه وتضحك عليه. حرام. زائد كمان ان الناس ما كانتش بتحبه علشان هو كان عشار. طب وبابا يسوع شافه؟ انت عارف بابا يسوع عمل ايه؟ عمل ايه؟ بابا يسوع في وسط الزحمة دي كلها والناس اللي حواليه بص لفوق كده وشايف زكا فوق الشجرة. طب وعمل ايه؟ وقال له باسمه، ناداه باسمه، قال له انزل يا زكا. قال له ايه؟ انزل يا زكا. قال له انا النهارده هجي لك البيت بتاعك. لكن زكا بيسرق فلوس. زكا بقى ساعتها فرح خالص ان بابا يسوع عرفه وعرفه باسمه، وكمان ما كانش متضايق منه وبيكرهه زي بقيه الناس. فزكا ساعتها اتغير وراح لما بابا يسوع جاله في بيته قال له يا بابا يسوع انا اسف على اللي كنت عملته، واي واحد اخدت منه حاجة هرجعها له اربعة. وزكا بقى انسان كويس جدا لمجرد ان بابا يسوع عامله كويس بلطف. عامله بايه؟ كويس بلطف. بلطف. عارف يعني ايه تبقى لطيف يا تيمو؟ يعني جانتي. اللي بيعامل حد بلطف يعني بيعامله كويس، ما بيعيبش عليه، حتى لو عمل حاجة غلط بيتحمله ويعامله برضو كويس. الله. وممكن حتى لو انسان وحش وانت عملته كويس هو كمان يبقى انسان كويس. الله. اللطف اسمه ايه بالفرنساوي؟ من ثمار الروح القدس. اسمه لابونتي. اسمه ايه؟ لابونتي. لابونتي. تيجي نقول ثمار الروح القدس اللي احنا اخدناها يا تيمو؟ اوكي. يعني اخدنا ايه؟ المحبه. محبه. والفرح. والفرح. والسلام. والسلام. وطول الاناء. وطول الاناء. واللطف بتاع النهارده. واللطف. واخدنا ايه تاني؟ سيلف كنترول. سيلف كنترول. والوداعة زي أيوة. ماما العذراء. كده يا تيمو فاكر بقى اسمار الروح القدس؟ طب يلا بينا نتفرج على الفيلم والترنيمة. يلا بينا. باي باي. وما تنسوش كل واحد يحب غيره ويبقى لطيف معاه طول الاسبوع ده. ايوة. يلا بينا. يلا باي بينا. باي. حدوتة يا حدوتة. حدوتة فينك؟
ايوه يا توتا انا هنا، لما تفكري فيا انا اجيلك بسرعه اوام اوام، نحكي ونقول احلى كلام. يا ترى تحكي لي على ايه؟ يلا قولي بقى مستنيه ايه. حكايات حلوه عن قديسين، في عهد جديد او عهد قديم، او من جوه كنيستنا هنحكي ونقول حكايتنا. عشان نبدأ الحدوتة. اللي انا عملته ده، دي المية بهدلت البوم الصور بتاع ماما. اصلا المشكلة ان انا خدته من غير ما اقول لها. انا احسن حاجة اروح واخداها حطها في الدرج من غير ما اي حد يحس بحاجة. بسم الله والابن والروح القدس اللي هو واحد امين. اشكرك يا رب على كل حال. انا عارفه ان انا غلطانه بس مش عارفه اعمل ايه. اسمعني وانا بقولك بشكر ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسم، ياتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك، اطلب ذنبك فينا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا بالشرير، بالمسيح يسوع ربنا الى لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. بسم الله والابن والروح القدس اللي هو واحد امين. زعلانه ليه؟ اصل انا غلطت بس مش عارفه اعمل ايه. برافو عليكي يا توتا ان انت اعترفتي ان انت غلطانه، بس المهم لازم كمان تتاسفي. يعني ازاي يعني؟ يعني تروحي للي غلطتي له وتتاسفي له على اللي انت عملتيه معايا غلط. انا فعلا لازم اتاسف لماما، بس تفتكري هتسامحني؟ تعالي نشوف مكنه الحواديت هتقول لنا ايه النهارده. عن الشجرة الفرحانة. شايفة يا توتا الست القاعدة هناك دي؟ كانت قاعدة زعلانة وبتعيط علشان هي كانت راح تجيب لولادها أكل، ويادوب ما كانش معاها فلوس إلا بس الفلوس اللي هتجيب بيها أكل لولادها. لكن قابلها عم زكر عشار. عم زكر عشار ده يا توتا كان شغلته ان هو يلم الفلوس من الناس، فاخد من الست دي الفلوس اللي كانت هتجيب بيها الاكل لولادها، وده خلاها قاعده زعلانه وبتعيط. زكا يا توتا كان بيلم فلوس كتير من الناس، وكان بياخد اكتر من حقه، وكانت كل الناس زعلانه منه. ده مش بس كده، ده زكا كان قصير جدا. تفتكري يا توتا هو كان مبسوط لما كان مزعل الناس؟ مبسوط ازاي؟ هو مزعل الناس كلها مني. برافو عليك يا توتا. لكن في يوم زكا سمع دوشه كبيره خالص، وان في ناس متجمعه علشان تشوف بابا يسوع، واتمنى زكا ان هو يشوف بابا يسوع هو كمان. بس ازاي هيعرف يشوف؟ مش انت قلتلي يا حدوته ان هو قصير خالص؟ فعلا يا توتا، زكا كان قصير وما كانش هيعرف يشوف بابا يسوع. الشجرة الفرحانة اللي احنا قلنا عليها، زكا فضل يفكر هيعمل ايه، وفكر ان هو يطلع فوق الشجرة الفرحانة دي وينادي على بابا يسوع وهو معدي. وفعلا زكا
عمل كده وطلع فوق الشجرة ونادى على بابا يسوع، وفعلا بابا يسوع قال له انزل يا زكا انا هكون معاك النهاردة في البيت. فرح زكا خالص ان بابا يسوع سمعه وفعلا نزل من على الشجرة وقال لي بابا يسوع انا مبسوط خالص ان انت سمعت كلامي. ياه ازاي بابا يسوع يروح عند زكا الشرير؟ فعلا يا توتا، بس بابا يسوع حس ان زكا خلاص ممكن يتغير فقرر ان هو يديله فرصة تانية. ويا ترى زكا اتغير؟ زكا ما كانش مصدق نفسه ان بابا يسوع راح عنده البيت، وفعلا ابتدى يتغير وقال انا هقول اسف لكل واحد غلطت فيه. مش بس كده، ده انا هوزع كل فلوسي للفقراء، واللي خدت منه درهم هرجعه له أربعة. وفضل يقول انا مبسوط خالص والناس كمان سامحته لانه فعلا عرف بغلطته واتاسف لكل الناس. ودي كانت قصتنا النهارده، زكا العشار والشجره الفرحانه. انا نفسي اعرف ايه النهارده ايه. تعالي بينا نشوف كنزنا الغالي هيقول لنا ايه النهارده. يلا بينا. وآية النهاردة بتقول اسرع وانزل، لوقا 19 آية 5. عجبتك النهاردة قصتنا يا توتا؟ عجبتني. دلوقتي الوقت ان انا اقولك باي باي. باي باي. باي باي. باي. سؤال حلقتنا بيقول زكا كان بيشتغل ايه؟ لو عرفت اجابة السؤال اللي حدوتة قالته بعت لنا اسمك وصورتك على العناوين دي. كان في واحد واسمه فكا، روح للناس وبيطهم ويلم الزكا. استنى استنى يا دبدوبي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي ترنيمة بتاعت فكا بتاعت زكا القصير ده، انت مش عارفها ولا ايه يا لولو؟ بس انت كده غيرت الترنيمة خالص، علشان هي كانت بتقول مرة كان في واحد واسمه زكا يروح للناس في بيوتهم ويلم الفك. يعني حطيت كلمة مكان كلمة؟ ايه يا احنا النقارة الدنيا اتحطت؟ لا يا دبدوبي ما تهددش ولا حاجة، لكن لازم تركز شوية علشان الكلام يبقى مفهوم والناس تعرف انت بتقول ايه. حاضر حاضر يا لولو، بعد كده هركز في كل حاجة بقولها. مرة كان في واحد واسمه فكا، روح للناس وبيطهم ويلم الزكا. مرة كان في واحد واسمه زكا يروح للناس في بيوتهم ويلم الفكا. مرة كان في واحد واسمه زكا يروح للناس في بيوتهم ويلم الفكا. في يوم من الأيام سيل عن يسوع فكر إنه يشوف
صوم وجري وسط الجموع. وفي يوم من الايام سمع عن يسوع فكر انه يشوفه وجري وسط الجموع. والراجل في واحد واسمه زكاة يروح للناس في بيوتهم ويلم الفكاة. والراجل في واحد واسمه زكاة يروح للناس في بيوتهم ويلم الفكاة. فكر يطلع على شجرة وما يبقاش قصير. وزي ما حكينا كان قصير كتير فكر يطلع على شجرة وما يبقاش قصير. والراجل في واحد واسمه زكاة يروح للناس في بيوتهم ويلم الفكاة. والراجل في واحد واسمه زكاة يروح للناس في بيوتهم ويلم الفكاة.
هناك يا زكا يسوع فلاك ترجع وتتوب على طول ويسوع بقى بيك مسرور يا بختك ويا هناك يا زكا يسوع فلاك ترجع وتتوب على طول ويسوع بقى بيك مسرور الراجل في واحد واسمه زكا يروح للناس في بيوتهم ويلم الفكاك مرة كان في واحد واسمه زكا يروح للناس في بيوتهم ويلم الفكاك